إلى العراق. هناك أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تكليف وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة الجديدة، وكان الرئيس العراقي قد أمهل الكتل النيابية حتى اليوم لترشيح رئيس للوزراء قائلا إنه سيختار شخصية يرضى بها الشارع إذا لم يتلقى ردا من الكتل. ولكن من غير المرجح أن يلقى اختيار علاوي قبول المتظاهرين الذين يريدون شخصية بعيدة عن الأحزاب التقليدية. وفي فيديو على تويتر أعلن علاوي مباشرة تكليف الرئيس له بتشكيل الحكومة العراقية متعهدا بتحقيق مطالب المتظاهرين. 30/1/2020 من ساعة اعتصام البصرة في الكتل البحرية، المتظاهرين الأبطال يرفعون لافتة نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة في التدخل الفوري لإنقاذ العراق وإيقاف القتل والقمع